مساء الخير مشاهدينا، حياكم معنا في برنامج مساء العيد، وعيدكم مبارك جميعا. اليوم في برنامجنا راح يكون عندنا ضيف مميز بنتعرف معاه اكثر كل ما يتعلق بمظاهر العيد واكيد استقبال العيد. لكن بالبدايه حابه ارحب ساره. ساره مساء الخير وعيدك مبارك. مساء الخير هبه، وايامك سعيده طبعا اكيد، ونعايد اكيد مشاهدينا بقناه ثالثه طبعا عيدكم مبارك في هذه الايام الجميله طبعا، واكيد فرحه العيد ما توصف طبعا. وراح اتعرف اكيد على ضيفنا اليوم. ومنو ضيفنا اليوم؟ ضيفنا اليوم سارة مميز، ضيفنا من الجيل الذهبي، بنتعرف معه أكثر فيما يتعلق بالنسبة لي مسيرته، وأكيد أيضا فيما يتعلق لمظاهر استقبال العيد. معنا من الجيل الذهبي القائد الذهبي كابتن سعد الحوطي، خليكم معنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا حلقتنا اليوم جدا مميزة في مساء العيد، ضيفنا مميز، ضيفنا معروف عنا عن الجيل الذهبي القائد الذهبي. جدا سعيدين ان احنا اليوم نرحب بضيفنا معانا الكابتن سعد الحوطي. جدا سعيدين بوجودك معانا، ومبارك لك بحلول عيد الفطر السعيد. ويا هلا مرحبا فيكم، وانا سعيد جدا انكم اخترتوني اني انا أبارك أول شيء لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح، وللشعب الكويتي والأمة العربية الإسلامية، وأبارك لكم أنتم كذلك. ونقول إن شاء الله الله يعيد علينا هذه المناسبة وكل أهل الكويت وشعب الكويت والكويت بخير وسلامة يا رب. آمين. طبعا أنت منورنا اليوم معنا في أول يوم العيد أكيد، ومع هذه الاحتفالات وبالعيد خاصة أكيد كل بيت له عياد خاصة، خاصة بالزوارات وغيرها. هل تحس أن هالأيام أن في الزوارة العيد نفس أول؟ لا اختلف، لا للأمانة اختلف العيد، يعني الزوارات موجودة لكن طريقتها اختلفت. قبل سهلة ان احنا في فريج واحد صح، او نتجمع في بيت واحد. الحين اصبح التجمع انك تروح له في مسافات. قبل سهل ان الواحد يقعد، يعني امهاتنا وابهاتنا الله يرحمهم ويرحم ويطول بعمر الموجودين وعيالنا واخواننا ايون في نفس البيت. الحين لا، الواحد يتعنى ان يروح يعايد، وخاصة يعني لما يصير الطرق صعبة في الوقت الحالي للوصول لهذه الأماكن من الزحمة، من يعني أشياء كثيرة. لكن تبقى صفة العيد موجودة، السعادة موجودة، الفرحة موجودة، يعني الفرحة بعد الصيام من الناس تفطر، أدت واجبها تجاه ربها، تعبدت في هذا الشهر، لذلك نكون فرحانين. احنا أعطينا واجبنا لربنا بكل أمانة، وهذا أهم شيء أعتقد أنا في شهر رمضان المبارك. صحيح. نعم. اليوم دائما نشوف اليهال يربطون كل مناسبة باسم أو شغلة معينة، يعني العطلة الصيفية ولا عطلة الربيع يقول لك العطلة الكبيرة ولا العطلة الصغيرة. دائما لما نجيب طاري عيد الفطر يقول لك أي عيد، العيد اللي فيه عيدية ولا العيد اللي ما فيه عيدية. عاد هني يبتدي شغلهم ما شاء الله عليهم. ففي عيد الفطر احنا دائما نشوف هذه الفرحه تكون موجوده بين الاطفال والكبار. عاد اللي يشتغل الحين هم مبلشين هالسنه، حتى واحنا نشتغل هم نبي عيديه من ابهاتنا. فكلمنا عن هذه المناسبه اليوم، هذه المظاهر الجميله المتعلقه بعيد الفطر. العيديه اختي هبه اختصاره مو من الحين، العيديه من زمان، يعني من يوم كنا احنا صغار كبرنا على ان نعايد وننتظر الفرصه على اساس ان نروح ناخذ العيديه. الحين احنا اللي نعطي العيديه، احنا لازم نجهز العيديه. والاطفال اعتقد يعني اصبحت العيديه حتى عندهم مو ذاك الشيء الثمين، لازم نعرفه، لان اصبح الاب والام في اوقات يقدرون يشترون حق عيالهم اللي يبونه. صح. بس ان الولد يحاول ان يشوف معزته عند الابو، عند الام، عند الخوال، عند الاخوان الكبار، عند الخالات العمات. هذا ايش كثر يعطي يثبت، هذا ايش كثر يعطي يعرف. وكذلك يحاولوا ان يروحون الدواوين كذلك مع ابهاتهم الاولاد والبنات الصغار.
العيدية يعتقد هي موجودة موجودة، لكن تختلف من نقول احنا مستوى إلى مستوى، اللي يعطي دينار، اللي يعطي خمسة، اللي يعطي عشرة، اللي ممكن اكو ناس لا حريصين ما يعطي كل العيدية، ممكن يحطها له بالبنك عشان يستفيد منها الطفل في المستقبل. ولذلك انا اتصور ان عيالنا بالفترة الحالية عندهم كل شيء، شنو بيشتري يعني؟ هو بس يبي يستانس يستمتع. ان شاء الله حنا بهالعيد هذا، ان الامانه مرينا اعياد يعني كثيره من عقب كورونا ما استمتعوا اطفالنا، ما استانسوا اطفالنا في فرحتهم في العيد. ان شاء الله هذا العيد يجدون الاماكن اللي هم يلعبون فيها ويستانسون ويتمتعون كذلك، لان هذا حقهم ويجب ان احنا كذلك نوفر لهم. والدوله ان شاء الله هي قاعده تتحرك لتوفير هذه الامور الترفيهيه لابنائهم من الاطفال. طبعا كابتن سعد، الحين لو بنقارن بين الجيل الحالي والجيل القادم، اكيد يمكن لك ذكريات مختلفه اذا بنسالف العيد، شنو كانت ذكرياتك في هذه الاجواء بالعيد؟ طبعا الذكريات اكيد قبل كنت انا صغير يعتنون فيني ويهتمون فيني ويجهزون لي كل شيء، لكن الحين انا اجهز حق اولادي، حق ساعة نفسي، اعرف انا شنو مثلا محتاجين العيال، لازم الخياط، لازم بعد الاماكن اللي بيشترون لهم مثلا احنا ملابس جديده. لكن بالسابق لا، ما كنت انا ادير بالي على هالامور، كانت الوالده رحمه الله عليها واخواتي الكبار هم اللي يهتمون فينا. انا دائما بطلع العب، بطلع استانس، بطلع ارفه عن نفسي. يعني حتى بالعيد كذلك ان بحاول اسعد روحي انا دائما، مو اناني لا، بس احاول ان انا استمتع في الاوقات هذه، نقول احنا اللي فيها مساحه الواحد يستانس فيها، خاصه الاعياد. الاعياد دائما هي فرحه، صحيح، للكبار والصغار، الصغار هم يفرحون والكبار يفرحون علشان اولادهم الصغار. لذلك لما يشوفونهم مستانسين ومدينهم مثلا اماكن الترفيه واماكن الالعاب وتشوفينهم مستانسين، اكيد انت راح تكوني مرتاحه. لذلك خوفنا عليهم احنا اكثر شيء، لكن ما في، انا اعتقد ان عندي فرق بالسابق والحال. نعم، دائما هذه الاشياء احنا نذكرها، وحلو الواحد انه لما يقعد مع الاسره يصير في سرد لهذه القصص، الذكريات، الاشياء الجميله اليوم اللي تبين مدى بساطه وجمال العيد في السابق، واكيد مدى جماله في الوقت الحالي. نشوف دائما كثير من الاحيان دائما عندنا من اهم الامور اللي تصير اللي هو بيت العود، من اللي يروح له بسرعه، من اول اللي يحضرون، يصير في دائما تنافس بين سواء كانوا الخوات او الاخوه ان منو يحضر اول حق امنا وابونا في البيت العود. فهذه الاجواء التنافسيه كلمنا اكثر عنها، هي ما نبي نقول تنافسيه بشكل سلبي، لكن بشكل ايجابي، ان الواحد دائما يبي الفرحه، يحصل على الفرحه الاولى، اللقى الاول في العيد نفسه يوصلها. لا شوفي اختي هبه، يعني في السابق كنا دائما احنا نروح بيت خالتي اول شيء، هو البيت اللي يمكن يكونون فيه الكبار، مع والدتي، مع اختي، مع اخوي، نروح لهم هناك نهنيهم العيد ونقعد عندهم مده ساعه اقل من ساعه، ونرجع بيتنا بعدين ساعه نلتقي احنا كذلك. ممكن مو اول يوم، اول يوم ما يكون في التجمع اكثر شيء، ثاني يوم دائما يعني في 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 الاعياد يتجمعون العائلات في بيت، يكون عليهم القدر ويتقعدون ويسولفون ويستانسون، يمكن للعصر ما بعد العصر، اللي بعدين اللي بيطلع الشباب دائما بس ياكلون، ياكلون لقمتهم ويطلعون يروحون، لكن الحريم يقعدون يسولفون ويضحكون، وبعدين يعني يهتمون بالاولاد. لذلك الاوقات السعيده هذه فعلا يعني الواحد يوصل للكبار اكثر شيء. يعني انا مثلا انا ابوي منفصل عن امي وانا صغير، على طول انا اروح له مع اخوي مع خواتي نعايد فيه، اروح مع امي بعدين حق بيت خالتي. يعني لازم نتواصل في اول يوم، لان ثاني يوم راح يتجمعون عندنا في البيت. وهذا اعتقد هو الشيء المهم، انك تلتقي مع اكبر نقول احنا الاشخاص بالعائله عشان تهنيهم وتسعد فيهم، وما تنطر انت مثلا عيد ثاني. يعني الاعياد هي اعتقد بالوقت الحالي طريقه، او نقول احنا الوقت اللي ممكن الواحد يلتقي فيه مع الناس اللي يحبهم.
طبعا اكيد، واحنا دائما نقول في هذه المناسبه اللمه الحلوه بين الاهل او بين الاقارب. طبعا اكيد الحين نطلع شوي نتذكر ذكريات اكيد كانت تمر عليك بحكم ان انت كنت لاعب، فاكيد كنت تمر في مراحل يمكن باوقات يكون عيد او غيره، يمكن تكون معسكر او يكون عندك تدريب او غيره، اكيد يمكن راحت عليك ذيك ايام او راحت عليك اوقات ان انت تكون تعايد مع اهلك او بين احبابك وناسك. هل مريت في هذه المرحله؟ مريت في أكثر من مناسبة، في معسكرات كنا خارج الكويت نستعد لبطولة معينة، يعني أذكر كنا في رمضان خارج الكويت، كنا نصوم خارج الكويت، لكن إحنا نعايد بعضنا بعض، ما بينا عيادي بس إحنا كلاعبين، بس نعايد بعضنا بعض، والاتصال طبعا حق الأهل. أنا بالذات يعني والدتي طبعا هي إذا مو يوميا أنا أتصل فيها على طول متواصل معها، فبارك بالعيد لازم نهنيها بالعيد ونهني بعدين اخواني كلهم واحنا كربع كذلك. لكن الحادثه اللي ما انساها يعني في 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 العيد ان كانت لنا مباراه مع منتخب نيوزيلندا في كاس العالم، وكنا نلعب احنا هناك العصر، وكان الكويت عندهم عيد تقريبا الساعه 7، كنا مهزومين في الشوط الاولي، لكن الحمد لله ان قدرنا نفوز بالشوط الثاني 2-1 ومباراة كأس العالم ونفرح الكويت. كان احنا همنا ان اهل الكويت يفرحون فرحتين، فرحة العيد وفرحة كذلك فوزنا في اول مباراة لنا في كأس العالم. اعتقد كانت فعلا هي فرحة كبيرة لاهل الكويت في ذاك اليوم، يعني هو بالك ان انت تلعب في بطولة تصفيات كأس عالم وينهزم فريقك، اكيد يعني ما راح تفرح. صحيح. يعني احنا عارفين رد الفعل بالنسبة حق الجماهير وشعورهم بالنسبة حق منتخبهم في هالمباريات، لكن الحمد لله قدرنا يفرحون فرحتين ويستاهلون أهل الكويت، وحققنا الفوز في هذه المباراة. طيب. نعم للأمانة يعني ذكريات جدا جميلة، يعني اليوم لما ذكرت لنا هذا الإنجاز الجميل، حتى السادة المشاهدين اليوم يستذكرون هذه الذكريات الجميلة، الأوقات الجميلة، على كثر ما كان دائما احنا نستذكر الجيل الذهبي، الجيل الذهبي يمكن الجيل الحالي خاصة اليوم جيل الألفين اللي عندنا بسم الله عليهم الحين 2006 وصاعد، صاروا الحين بالجامعات يعتبرون في السنة الأولى من الجامعة، فدائما يقعدون يذكرون حتى هما الجيل الذهبي، الجيل الذهبي وذكريات وإنجازات هذا الجيل الجميل. في ذيك اللحظة وخاصة ذكرت أنه كان العيد، الشخص دائما يكون يعني يحب أنه يكون موجود مع أهله ولمته، وأنتوا كنتوا مع أهلكم بيتكم الثاني مع ربع الفريق نفسه وروح الفريق نفسه، ولابسين الأزرق وحاسين أن الكويت كلها كانت معكم. صحيح. في ذاك اليوم شعوركم في ذيك اللحظات خاصة بعد الشوط الثاني وفوزكم نفسه. العيد عيدين مثل ما قلت يا سارة، لكن نبي نعرف معاك في لحظتها نفسها وخاصة بعد ما حققتوا هذا الفوز، إحساسكم في ذاك اليوم بالذات خاصة مع العيد شكرا. يعني أقول لك ودي أكون بنيوزيلندا أطير إلى الكويت أعيش هالفرحة، ما تصورين يعني فرحة كبيرة. عاد الاتصالات يعني كان ياخذ وقت على ما الواحد يدق دول، يعني يختلف الوقت. صحيح. كان وقت عندكم انتم الساعة 7 تقريبا الصبح، واحنا عندنا هناك نقول احنا مثل العصر المغرب الساعة 4، لذلك يعني احنا كنا فرحة ان انت كنتي مهزومين 1-0، لكن تغير النتيجة هذه بحد ذاتها في مباراة عادية بدون عيد احنا كنا نفرح، فما بالك ان عيد واهل الكويت قاعدين ينتظرون النتيجه، يعني شيء مو طبيعي. لذلك فعلا احنا حسينا كنا نفخر ساعات في نفسنا، احنا كلاعبين نفخر في نفسنا بدون غرور ان احنا قاعدين نسوي شيء نفرح شعب الكويت، لان احنا ما جينا ودخلنا معسكرات وتعبنا وحاولنا ان نحرم نفسنا من اشياء كثيره الا عشان نفرح الشعب ونرفع علم الكويت بهالمحافل الدولية، ويعرفون العالم كله ان في بلد اسمها الكويت هي في كرة القدم اعتقد قاعد تحقق انجازات. لذلك الفرحة كبيرة والله العظيم ما تصورين، يعني خاصة يوم احنا كنا بعد طائرين رايحين الصين بالطيارة، فرحة غير طبيعية. نعم
نعم، خاصة سارة اليوم يعني كابتن سعد احنا ما كنا موجودين في ذيك اللحظات، لكن لما نشوفها اليوم في التواصل الاجتماعي، نشوف الأهداف، نشوف البطولة، نشوف فرحة الناس، احنا نعيشها حتى معاكم في اللحظات، رغم انها كانت يعني في السابق لكن لا زالت موجودة. اتوقع هذا السر سارة اللي احنا طبعاً يرمز ويدل على الجيل الذهبي، لأنه فعلا هذا الشعور الوطني، الشعور الوطني النقي اللي داخل الإنسان اللي يحب بلده، اللي دائما يتمنى الخير حق بلده. تلقينا يعني حتى أكو صغار، يمكن شوية أنتوا الحين تعرفون أكو صغار الحين يتابعون هالأمور هذه ويشعرون بالفرحة. ما يعرفوا، يعرفون أن الكويت فازت، لكن هذا شعور للإنسان اللي فعلا يحب ديرته، يحب بلده، يتمنى حق بلده دائما أنه يكون بالمقدمة. فباز لما تحقق فوز في مباريات ويشوفونها الحين، أنا طبعًا أعتقد هذا ما نختلف عليه، الكويتيين كلهم يحبون الكويت، بس كل واحد لا راية ولا تفكير، لكن حب الكويت يبقى هو في المقام الأول عند كل الناس. طبعا أكيد، ومثل ما ذكرت أن أعتقد هذا اليوم وهذه السنة أكيد ما تنسى، وأي أحد راح يذكر هذا اليوم طبعا أكيد، ولا يوم يكون مميز جدا، وخاصة أن أنت بكلامك ومشاعرك اللي وصفتها مبين يعني هذا الشيء أكيد ما راح تنساه طول حياتك. بما أن سألفت عن ذكريات سابقة والجيل الوقت الحالي، خاصة في كرة القدم، أعتقد في الكثير يمكن يحب يمارس هذه الرياضة، أو يمكن نشوف وايد شباب يمارسونها سواء في الملاعب، سواء بأكاديمية، سواء يمكن بشوارع يلعبونها أو غيره. شنو تحس أن الفرق الحين أعتقد في الجيل الوقت الحالي يختلف عن الجيل السابق؟ شو الفرق بين الجيل اللي قبل، أو خلينا نقول ليش كانوا يسمى الجيل الذهبي، وشنو اللي يميز بين السابق والحين؟ وهو الكرة واحدة، الاهتمام يمكن اختلف، الحياة أو إن طبيعة الولد الكويتي اللي صار لاعب ذاك الوقت تختلف عن الحالي. احنا قبل نلعب يمكن في الحارات على الرمل متنافس، تنافس قوي. الحين ممكن بدأت التنظم اكثر، قبل يمكن الابو يشجع ولده، الحين ممكن الاباء يشجعون اولادهم. انا اعتقد اصبحت هناك شيء مهم اسمه دراسة، انه يهتم الولد في دراسته العلمية. التدريب او المدربين او الناس الاداريين المشرفين مو نفس اللي كانوا بالسابق، عندهم ذاك الاهتمام، عندهم الوعي، عندهم التوجيه، عندهم حب ان وده ان هذا اللاعب يستمر مع النادي. المدربين اللي ينظرون للاعبين الصغار نظره ان هذا اللاعب من يشوفه شو يتحرك، هذا اذا تدرب ومشى صح هذا ممكن يصير لاعب ويكون فلته. وفعلا يونا مدربين يقدروا يختاروا اللاعبين، وهاللاعبين من 72 او 71 وصلوا الى كاس العالم، استمروا لكاس العالم. شوفي نظرة المدربين في ذاك الوقت ونظرة حين المدرب اختار اللاعب، يمكن مباراة مباراتين وتغير اللاعب، يفرق يعني بشكل كبير. لكن يبقى الموهبة موجودة، احنا نقول الاعتناء بالنسبة للاعبين الصغار للكرة يمكن تغير. قبل ما عندنا مثل الحين استادات والملاعب الكبيرة، احنا كنا ملاعبنا رملية وبعدين تغيرت، بس كان اكو حماس وكان حب ورقبة في اللعب، كان هناك احترام للأشخاص، احترام للجماهير، احترام للحكام بنفس الوقت. لذلك اللاعب يمكن مختلف عن الحال إنه هو متقيد في نظام عنده. أنا ما أقول إنه ما عندهم أخلاق، هناك اللاعبين كانوا دائما أخلاقهم، لما تنتهي مباراة تشاهدين اللاعبين حتى لو مهزوم 2-3 ومن نادي كبير، بالعكس يروح كان في ذاك الفائز يسلم على الخسران يراضيه. لذلك كان في هناك أنا أعتقد علاقة قوية تربطنا مع بعض، ما في تجريح بالملعب، ما في انتهاك لقوانين اللعب، في لعب قوة حماس، لكن ما في اني انا اتعمد واضرب صديقي او زميلي، او ان بعد المباراة تلقين معارك تصير بعد المباراة، هاي ما يحصل عندنا. لذلك كانت هناك رياضة تنافسية نظيفة فيها اخلاق عالية، وهذا اعتقد اللي قدر انه يوفق ذاك المنتخب يسمونه جيل ذهبي، لأنه حقق إنجازات. إنجازات أعتقد ما كان على مستوى الخليج متحققة، ما كانت على مستوى حتى في الدول العربية في قارة آسيا متحققة. هذا المنتخب الذهبي، لأن الكل كان ينظر إلى منتخب الكويت في قارة آسيا، هذا المنتخب الخليجي الصغير شنو هالإنجازات اللي حققها. فعلا كانوا في لاعبين ملتزمين يحبون بلدهم يعطون، في أي لحظة يطلع على مسك معسكر يبقى سختار 3 أشهر
ها بس انه يقضب التليفون يدق على هلا ولا يدق على زوجته، ما في صبر، في رغبه، في حب لهذا البلد، في عطاء لهذا البلد. تشوفينه رايح يمكن وزنه حوالي 70 كيلو، يرد لك وزنه يمكن 40 كيلو من التمرين 45 كيلو. لذلك هذه الانجازات انا اعتقد هو توفيق من رب العالمين. صحيح. الله عارف شنو نوايا هؤلاء الاولاد. نعم. او الشباب اللي يعطون بلدهم، ولذلك قدر يوفقهم في مباريات كثيره، في انجازات كثيره. نعم. كابتن سعد، قلت لنا وذكرت لنا نقطه جدا مهمه، اليوم الفريق نفسه يعتبر اسره، يعتبرون اخوه، لازم كلهم يكونون على وفاق، يكون علاقتهم نقدر نقول اللي هو فعلا اخويه، على اساس يقدرون يكملون ويستمرون مع بعض اكيد في هذه الانجازات. هذا شيء جدا مهم، واليوم لازم احنا نوعي الشباب، خاصه اليوم احنا بنتكلم عن الفرق اللي عندنا هنا في النوادي لكره القدم وجميع اكيد الرياضات الاخرى، على مدى اهميه ان الواحد لازم يكون على وفاق مع رفاقه في الفريق. كل واحد يراعي الثاني، ينتبه إذا عندهم زميل مضايق، لأن هذا شيء يلعب جدا بشكل كبير في الوضع النفسي على المباراة نفسها. نعم. فش كثر مهم أن اليوم الفريق فعلا يهتم في هذه النقطة، أن احنا مو بس فريق نلتقي في النادي وخلاص. صحيح. كل واحد يروح بطريقة، لكن نكمل مع بعض أساس أنه حتى يعني نقدر نقدم إنجازات. صحيح. أكثر يعني علاقاتنا حنا كانت بالسابق يعني كلاعبين، مو لما يكون المنتخب للكيل بالمعسكر، يمكن حتى ساعات احنا يصير بين اتصالات اثنين ثلاثة ونروح نتغدى او نروح نتعشى مع بعض، والتغير المجموعة نلتقي في دواء، وما زلنا احنا نلتقي يعني مع بعض ساعات في مناسبات معينة، نقعد ونسولف. شوفي من متى تركنا احنا، صار لنا من 82، انا 84 اعتزلت، ما زلت انا مرتبط، ولنا مو بس انا، كل الجيل اللي وياي علاقتنا موجوده لحتى الان، وما زالت حتى مو بس انا، الجميع يشيد فيهم، يشيد باخلاقهم، يشيد بعلاقاتهم، لان لذاك الوقت مو مدحا فينا احنا، اللي علينا كانوا اساتذه، كانوا مربيين، كانوا فعلا يخافون ان هذا اللاعب يبذر منه اي شيء غلط لانه يرجع عليه. لذلك ما نقدر حتى نتكلم على الحكم، ما نقدر نمد ايدنا على احد، كنا فعلا نعرف نأدي واجباتنا. من كذي استمرت العلاقه بيننا وبين بعض. نعم. نقول احنا المدى الطويل، والحمد لله هذه نعمه من رب العالمين. احنا نقول احنا محتاجين ان كره القدم مستمره، احنا محتاجين ناس على مستوى عالي من الاشراف والاخلاق والتنظيم والتوجيه، عشان نوجه احنا عيالنا الصغار. الكره مو بس فن، الكره عقل واخلاق، لذلك يجب ان احنا نمشيهم على هذا الطريق. طبعا اكيد، واحنا دائما نقول اي نوع من الرياضه هي مو مجرد ان احنا نمارس الرياضه فقط، هو شيء نفسي وجسدي، ولازم يكون في ذاك الطبع الودي والشبه العائله بين بعض اكيد، عشان يكونون مع بعض يأدون مع بعض على قلب واحد. طبعا اكيد اليوم اكيد لما تشوف اي مباراه تختلف تماما عن في السابق، شلون يكون الحماس الحين لما انت تشوف اي نوع من مباراه، سواء كانت حق منتخب او اي نادي بالكويت، هل هي نفس السابق ولا تختلف؟ والله يعني اكيد بالسابق كانت المباريات جدا مهمه. يعني على مستوى المنتخب، في دورات الخليج، في نقول على من دورات او تصفيات لاي بطوله، كان الاهتمام ياتي من قبل الدوله، وخاصه من قبل وزاره الاعلام والتلفزيون والقنوات الرياضيه اللي تتابع طبعا، اللي تحضر للاعبين، تعمل مقابلات، تسال، تروح للاعبين في المعسكرات. اعتقد هني توصل الرسائل للجماهير، لما توصل الرسائل للجماهير تجذيل الحماس، لما يطلع لاعب يتكلم ويقول احنا مستعدين واحنا، ويطلع الثاني، هني تفاعل الجمهور مع الفريق والحضور الجماهيري. الفترة الحالية احنا ما نقول احنا هذه كرة قدم، اكو ناس في دول تعمل، وانت يمكن منك وقفته وانه وقف الفريق، لذلك نتمنى طبعا نرجع. احنا ما نقول احنا عندنا لاعبين، لكن محتاجين الى تنظيم والى اهتمام اعلى شوية، على اساس انه ترجع الحياة الرياضية. ما اقول ترجع بعد سنة سنتين، يمكن ترجع بعد 6 سنين، لان هذا شيء عمل مكثف. اساس تبي تخلق جيل قوي، يجب انك انت تشتغل صح عشان تخلق هذا الجيل.
بس يبقى ان الكويت ما زالت اسمها ما زال وتاريخها ما زال موجود في كرة القدم، وان شاء الله يرجع وبقوة. ونتمنى كذلك احنا على الاتحاد الكويتي لكرة القدم انه يسعى لاحضار مدربين على مستوى عالي للاصغار وتنمية قدراتهم المهارية. نعم اكيد احنا نتمنى هذا الشيء يصير، وبالعكس ان شاء الله هم قدها وراح نشوف الكويت تبرز وتكبر في مستوى كرة القدم. اكيد مشاهدينا نكمل مع ضيف حلقتنا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين اكيد بضيف حلقتنا، حابين نرحب مره ثانيه معنا من الجيل الذهبي القائد الذهبي معنا كابتن سعد الحوطي. كابتن سعد، من بين الذكريات الجميله دائما ونحب اكيد احنا نورثها لابنائنا في العيد، اللي هو الطلعه مع الاهل بدون ما يصير فيه هواش وزعل بين اليهال وبين كل واحد بيروح مكان معين او مثلا فعاليه معينه. اليوم ايش كثر مهم ان الاسره تعزز هذه الروح، ان اليوم احنا نتجمع في البيت نتجمع مع الاهل، لكن بنفس الوقت نطلع مع بعض كاسره، نطلع نشوف الكويت، نستمتع اليوم بالعيادي، نصرفها بشكل معقول، ما نصرفها على طول العاب وغيره من الامور. فهذه الاشياء مهمه اليوم ان روح الاسره تكون موجوده ونزرع هذه الذكريات الحلوه. نعم صحيح، يعني العيد هو قلنا يمكن مساء اكثر منه فرحه، فرحتش لما يكون مع اسرتك. الأسرة تتكون من طبعاً أكيد الزوجة والزوج والأولاد اللي بي وياهم، طبعاً كان بالبيت ما يخالف ما في أي مشكلة. لذلك أنا أعتقد أن الطلعة وياهم سواء كانت طلعة مثلاً على قدة أو أن بتاخذهم إلى أطفال أو بتاخذهم إلى أماكن ترفيهية يلعبون يستانسون، نعتقد لما كانوا عيالي صغار ذاك الوقت لما نوديهم لما نشوفهم قاعد يلعب ولا مستانس على هالجاز أنا أفرح لأنه قاعد يستمتع، وهذا هو حقه اني انا ودي، انا اقدر في اي لحظه انا اقدر اروح مثلا عند ديوانيه عند ربعي واقعد، لكن هو مني بوديه. لذلك الطلعه واليمعه مع الاهل والاسره اعتقد فيها فرحه. يمكن ساعات اكو ناس يروحون شاليهات يتجمعون يقعدون مع بعض يسولفون مع بعض والاولاد يلعبون وفي اماكن هناك ترفيهيه، بس اهم شيء انه بهذه الفتره انا اعتقد حتى الطفل لا كبر يتذكر. يتذكر انه طلع مع اهله، فرح مع اصدقائه، فرح مع اخوانه، راح لعب هالاماكن، ان شاء الله يعني هالعيد هذا عيالنا يفرحون. ما قلت لكم انا يمكن الاعياد السابقه ما كانت، بس اتصور هالعيد هذا، ويجب على كل اب وكل ام ان اول شيء تفكر في اسعاد اولادهم، بعد ما يعطونهم العيادي انه يتفقون وياهم. اللي يمكن في اولاد يحبوا يروحون سينما في افلام كرتون يقعدون يطالعون يستمتعون، والحين بعد ساعات يمكن الاطفال جابوا لهم التلفزيون عندهم العابهم يقعدون يلعبون، لكن يجب ان احنا بهذه الفتره ان نعطيهم حقهم كاطفال. طبعا اكيد، واعتقد في الوقت الحالي الجيل الحالي يمكن اكثر مثل ما انت ذكرت يمكن التجا اكثر للتكنولوجيا وغيره، وصار يحبون يفضلون يقعدون بينهم بين نفسهم، فاحنا لازم اكيد نذكرهم ان لمه العائله والاهل دائما اكيد تختلف. خلينا نسولف من جانب اخر، من جانب الرياضه. طبعا اكيد اليوم نشوف الكثير في من الجيل الحالي يمكن ملتجئ خاصه لكره القدم، لان هي الرياضه يمكن الشهيره اللي اي احد ممكن يمارسها. هل انت تشوف الجيل الوقت الحالي لما يدش مثلا خلينا نقول اكاديميات او نوادي او غيره صار مختلف غير عن في السابق؟ يمكن لاعب قبل او الموهوب يبي يلعب كره القدم ما كان في ذاك التدريب او ذاك الاكاديميه او اماكن خاصه اللي تدرب ذاك اللاعب في هذا الشيء. تشوف هذا الشيء في الوقت الحالي شيء يستفيد منه اللاعب عشان يتدرب سواء باكاديميه او غيره؟ هو فعلا يمكن انتشرت في الفترة الأخيرة في الكويت السنوات الأخيرة الأكاديميات. هي الأكاديمية نقول احنا جهة أو كلية للتدريب، يعني الأبو إذا مثلا يبي ولده شافه صغير عنده نقول احنا رغبة في لعب الكرة إنه يوديه لتنمية مهاراته. إني عاد يعتمد في بعض الأبهات يستمرون، في بعض الأبهات يمكن يوديه لفترة محددة
انه على اساس انه ما يخليه يلعب بالسكه، لان الحين بعده ما عندنا سكه صراحه، ما عندنا حواري يلعبون فيها للامانه. صح. وهذه الاماكن اللي احنا فعلا احنا طلعنا منها في مراكز الشباب او في الشوارع، لذلك يودي لفتره محدده وبعدين يمكن هذا الولد يوصل لعمر 17 بيسافر يروح الدراسه ما يكمل يخسر. اعتقد انه لدور الاب انه طبعا يبي دراسه ولده، لكن الاكاديميات في بعضها في بعضها فعلا ممكن تصنع بعض اللاعبين، لكن الفترة الأخيرة ما قمنا نشوف يعني، بس إحنا اللي عرفه قبل إحنا في الحواري بالسكة إن فعلا اللاعبين كانوا يونش على مستوى عالي ومدربين يهتمون فيهم. فترة الحالية إحنا بحاجة إلى نظام احترافي احترافي على مستوى يعني الدرجة الأولى، احترافي على مستوى ما بي أنا أروح لأوروبا، على الأقل إنه يكون في هناك التزام كبير من قبل الأهل بالنسبة لأبنائهم للتدريب، لنقول إحنا العطاء حتى ممكن تجيب الصبح يدرس في في النادي بالكلية يتمرن صبح وعصر في محاضرات. هني نقدر نقول إحنا في نظام احترافي يسعى للأبو وكذلك الولد إن هذا ممكن يكون في المستقبل لاعب على مستوى عالي. هذا مو موجود عندنا، إحنا يروح المدرسة يرجع من المدرسة عنده دراسة ويروح النادي لمدة ساعة ساعة ونص، وإذا بيودي حق الاحتراف ما نقدر إحنا بالطريقة هذه إن إحنا راح ننتج لاعبين على مستوى نقول مهاري ومستوى نقول حتى نقول تدريبي عالي، عشان إنه ممكن هذيلا يخدمونا بعد 6 سنوات 7 سنوات. هذا صعب للأمانة بالكويت، هذا ما راح يصير إلا لما نكون في نظام على مستوى. هذا النظام ما يجي إلا تروحين تشوفين لك نظام تبينه تحطينه تدرسينه في ناس خبراء يتابعونه يشتغلون عليه، وتحطينه طبعا هناك في نقول احنا شروط واشياء كثيره ممكن هني احنا نقدر نرتقي في اولادنا ولاعبينا. لكن هيش لاعب موهبه هذا عاد هذا عند رب العالمين احنا ما ندري. طبعا اكيد احنا دائما هبه اكيد من خلال برنامجنا نحرص ان ندعم الشباب، خاصه ان الجيل الحالي ان في وايد ناس موهوبه، او يمكن ناس تكون ضايعه ما تدري هو في اي رياضه ممكن يمارس، مثل ما انت ذكرت يكون موهوب وعنده ذاك الاحتراف، بس لازم يكون عنده ذاك الشغف والاصرار. دائما لما الشخص يكون عنده ذاك الاصرار وحب حق هالشيء اكيد طبعا راح ينجز. اكيد اكيد يعني اللاعب لما يكون موهوب ويحب الكره راح يفرضها. صح. على ابوه، يفرضها على ناس كثيرين، لان هذا يصير عنده من داخل. واحنا كثيرين يمكن في ذاك الوقت فرضنا اللي ترك دراسه، انا احد من حب الكره تركت الدراسه ورحت، بس حبيتها بشكل كبير انطقيت علشان اني انا طبعا تاخرت، ويعني من والدتي من مدربي، بس مع ذلك انا فعلا قدرت اني اواصل، ورغم صغر سني قدرت اني اوصل اني اصير كابتن منتخب الكويت في كاس العالم. واعتقد يعني هذا الشغف اللي كان عندي وهذا الحب، انا الحين ما انسى طبعا الامور هذه كلها اللي صارت لي بالسابق، بس ارتاح لما نعرف اني انا كنت منتخب الكويت كابتن منتخب الكويت في كاس العالم. نعم. وهذا شيء مو شويه. نعم اكيد هذا شيء جدا كبير، واليوم احنا يعني يعتبر شيء يعني من تاريخ الكويت، يعني يخلد اليوم هذه الانجازات الجميله. واحنا الأمان نشكركم، لان لو ما جهودكم ولو ما هالتعب والعنوه، وعلى قولتك تتذكر الطقه من الوالده، تتذكر هذه الذكريات، يعني لو ما التضحيات اللي قدمتوها ولا ما كان وصلت الكويت، وما كان حتى تكون يعني موجوده في تاريخ الكويت هذه الانجازات الجميله. فمن بين الاشياء اللي ذكرت لنا كابتن سعد، قلت اللاعب اذا كان موهوب راح يفرض رياضته سواء على الاهل سواء على اكيد المجتمع وغيره. اليوم قاعد نشوف في يصير مثل ما بقول تنافس، لكن قاعد يصير في مثل بعض الضغوطات من اولياء الامور على ابنائهم. يكون اللاعب موهوب حاب رياضة معينة، ويكون ولاء الأب إلى كرة القدم، فيفرض الأب أنه لا أنا بيك تصير بطل في رياضة كرة القدم، أنا ودي أشوف ولدي يشارك في بطولات عالمية في رياضة كرة القدم، ناهيك أنه ممكن يكون هو أيضا موهوب في رياضة أخرى وممكن يوصل لمستويات كبيرة. صح. مثل أكيد كرة القدم. فنشوف اليوم هذه النقاشات اللي تصير وتدور في الوضع الراهن بين الأب والأبناء، أن التوجيهات أو والتوجهات، خاصة إذا كان الأب يحب رياضة يمكن الأبناء ما يميل
يميلون لها. ايش رايك في هذا الموضوع وهذه النقطة؟ وايد ترى هذه تحصل عندنا في الأندية، بس كان في وقتنا، يعني انا الحين ما ادري عن الأندية، في وقتنا كانوا في إداريين إداريين على نقول قدرة من التعامل والتحاور مع أولياء الأمور. لما يقعد يمكن الأبو ما يبي الولد يلعب حتى النادي، بس يشوفه مثلا مدير كرة السلة أو مدير كرة الطائرة، مو القدم قاعد أقول، إنه يشوف هذا طويل لاعب ممكن يعطي بالسلة ويعطي بالطائرة، يقعد وياه ويقنعه ويتكلم وياه إنه نهتم فيه وراح يصير لاعب زين وما راح نخليه حتى بدراسته، راح نساعده. هني لما نشوف الأبو خلق هذا الإداري وتوجيهه واهتمامه أكيد راح يتعاون وياه، بعكس لما يقول إحنا نبي بس ولدك يلعب ويانا، لا، في هناك طبعا هناك أساليب. وكانوا هؤلاء الناس اللي موجودين بالأندية بشكل كبير، مو شرط بس أنا أقول بنادي الكويت القاسي والعربي، كل الأندية أكيد. يعني بما أن إحنا مستضيفينك أكيد أنت عندك ذيك الخبرة والاحتراف أن أنت تعرف مثل ما إحنا نبي شبابنا أن يلتجون سواء كان لكرة القدم أو أي نوع من الرياضة طبعا أكيد، وهذا دور أكيد وزارة الإعلام. فاليوم لما بنسالف اكثر عن الرياضه وخاصه حق الجيل الحالي او الشباب وغيره، اليوم انت اذا بتنصح الشباب سواء كان ضايع بدش كرة قدم او غيره، شنو النصيحه اللي انت ممكن تخلي عنده ذاك الاصرار انه يكون موهوب في اي رياضه كانت؟ شوفي، هي العمليه ترى مو سهله، عشان لما بيحقق نجوميه وبيحقق نقول احنا مراكز متقدمه، اول شيء يجب ان يكون عنده الرغبة، يكون عنده نقول إحنا الموهبة. الموهبة تنعرف من قبل المدربين واهتمام الإداريين. متى يعرف هو نفسه؟ طبعا مو بالعشر سنوات، لما يوصل إلى 15 سنة 16 سنة، يعني يبتدي الاهتمام، يبتدي نقول إحنا النظرة حقه. إذا وصل الدرجة الأولى هني خلاص نقول إحنا وصل إلى نقول الرجولة اللي ممكن الوعي، الوعي اللي يجب إنه يهتم في نفسه. أولا تحافظ على نفسك، بيتك، دراستك، اهتمام بصحتك، اهتمام بتدريبك، إطاعة المسؤولين كلهم. أنا ما أقول نزل رأسك، أنا أقول ارفع رأسك لكن اهتم. ويجب أن يكون أنت أهم عمود ترتكز عليه، يجب أن يكون عندك الأخلاق الرياضية اللي تتعامل وياها، لأن فيها يكون التنافس الشريف. أكيد. التنافس الشريف أني أخاف على زميلي كثر ما أخاف على نفسي. صحيح. أني ما أذي زميلي، أني أكون تنافسي قوي، أني أفوز بالمباراة، حق أعطي فريقي، أخلص لفريقي، ما أتمنن على نادي. لذلك إذا كان هذا عند وأشياء كثيرة، إذا كان هذا عند اللاعب الصغير، أنا أعتقد راح نبني لنا جيل صالح، راح نبني لنا جيل فعلا نعتمد عليه. وأهم شيء في هالأمور كلها الرغبة والصبر، لأن هذه تحدي ساعات تصير بين الإنسان ونفسه، إني أنا لازم أوصل إني حق أشترك بالمنتخب. ولما يكون عندك أنت 15 لاعب عندهم هذه الصفات، أنا أعتقد أنت راح توصلين إلى مستوى اللي تعتمدين عليهم في المستقبل. بس يجب ان نقول احنا ونلجأ ان يكون هذا ان شاء الله من الدولة وهو نقول الداعم الاساسي لهذا اللاعبين. نعم اكيد اليوم نتمنى هذا الشيء بالعكس يكون موجود. واتوقع من بين الاشياء المهمه ايضا اللاعب يركز عليها، ساعات الواحد لما يكون موهوب وعنده الثقافه العاليه في الرياضه يبتدي ان تحوشه لحظات الغرور، يمكن لو يسمع توجيهات المدرب نفسه من ناحيه شلون انه مثلا اليوم المدرب يعطيه تلميحات انه كثف التمرين الفلاني، فيقول لك لا انا بالعكس ما احتاج ان انا اتمرن بالشكل او بالطريقه هذه، لانه صار في عنده الثقه العاليه ان انا ممكن اكون متمكن، فبالتالي ممكن يصيبه لحظات الغرور اللي ممكن للاسف تكون بشكل عكسي، ما تساعده في انه مثلا يزيد اليوم من قدراته، لان احنا كلنا عارفين اللاعب الموهوب الموهبه تكون موجوده، لكن بالنهايه الموهبه ما راح تساعده في انه اكيد يستمر ويقدم احسن ما عنده، كل ما استمر اكيد في تقديم التمارين ويذهب الى المعسكرات ويحاكي اكيد كل الفئات العمريه
اكيد كل صحيح. اللاعبين اللي نفس مستوى افضل، فمن بين الاشياء اللي دائما يحرصون عليها انه ياخذونهم للمعسكرات، ودائما هني تصير النقطه اللي يبتدي كل واحد يعرف المستوى اللي هو ممكن يكون فيه والمستوى اللاعب اللي راح يواجهه، او مثلا اللاعبين اللي يكونون في نفس بيئه الرياضه. فالمعسكرات من الاماكن الجدا مهمه. اليوم احنا نسمع عن اللاعبين في الدول الاخرى لكن ما نحس بمدى قوتهم او مدى موهبتهم الا لما نواجههم في المعسكرات قبل المباريات. فكلمنا عن روح المعسكرات في السابق، خاصه اليوم لما اليوم كنتوا تروحون المعسكرات، من اللاعبين اللي كنتوا لما تشوفونه تحسون انه غير عن لما كنتوا تشوفونه مثلا في التلفزيون او في النقل بالنسبه للمباريات والبث؟ شوفي انا طلعت اول مو معسكر، اول رحله لي مع نجوم الكره الكويتيه مع المنتخب العسكري، كان وقتها كبار لاعبين، يمكن انا عمري كان 16 سنه، كان الدوله والخشر لاعبين كبار. حتى انا كانت غرفتي مع احمد طرابلسي، بس كنت اشوف شلون هذا يمشي، شلون يسولف، شلون يتمرن، مثل القدوه كنا احنا نشوفهم. طلعت وياهم انا المعسكر، هو تواجده للتدريب لكن في المقام الاول لانسجام اللاعبين لتعرفهم على بعض اكثر، لان ان تكون بينهم خلافات المعسكر ولا تكون بينهم خلافات، لان بسرعه هالامور هذه تتصلح. كنا فريق واحد، نروح في باص ونرجع في باص، نتقد على طاوله واحده، نتعش على طاوله واحده، نلعب مباراتنا، نرجع نسافر مع بعض، روحنا واحده. لذلك احنا توالفنا كثير. هذه المعسكرات فائدتها كانت اكثر من ان احنا لما نقعد بالكويت نتمرن ثلاث ايام اربع ايام، بالعكس نتمناها ولا نتضايق ولا نقول حق المسؤولين الاتحاد لما يرجع الكويت ترى ملينا، لان عندنا هدف اسمى، هدف اكبر، هدف اعلى، ان جايين نستعد حق ان احنا نقدم مستوى وندافع عن اسم بلدنا امام الفرق والمنتخبات الاخرى. لذلك تكلمت عن الغرور، الغرور هو دائما كان يقولون له مقبره اللاعبين. الغرور لما واحد توه طالع وما يلقى موهبه ولعب مباراه قويه وسجل جول وهو صغير، هني عاد ما تدري اكو اللي برا ربعه إيه انت الحين احسن لاعب انت، يمكن يصير في باله انه فعلا انا هو صغير بعد ما وصل يعني خطوتين تو لعبنا مباراتين. لذلك هني موجود الاداري اللي بالسابق اللي يخاف على اللاعب، يوجهه يتابعه، لا انت بعد توك انت للحين ما شت لك كره، انت الحين تبي انت على بالك انت احسن لاعب. شوي 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 يكبر وهذا الاداري معاه الى ان ينضج عقل هذا اللاعب، يبتدي يعرف انه فعلا هو لحتى الان كان صغير ذاك الوقت لكن ما وصلت انت بعد النجوميه، النجوميه طريقها طويل، النجوميه تتعبين عليها وتوصل لها هذيك الساعه، تعرفين معنى النجوميه شلون لما يقعد الواحد يتحدث مع الصحافه يتحدث مع الاعلام، هني النجوميه. لكن بالصغر يقول ان الغرور مقبره اللاعبين، وياما اكو لاعبين فعلا يمكن اغتروا انهم لاعبين ولعبوا وبعدين شافوا نفسهم وقام يغيب عن التمرين، وانا لعبني المدرب لو شنو لما المدرب ابعده وابعدن تاثر لما انتهى وهذه راحت حياته، ومع انه كان لاعب زين. لذلك احنا نقول يجب تواجد الاداري الناجح، الاداري اللي يوجه اللي يخاف على اللاعبين وينصحهم، لان فعلا الغرور هذا مقبره للاعبين. اذا ما تدارك اللاعب او ما تداركون الاداريين ويتابعون هذا اللاعب راح ينتهي وضيع. كل الشكر لك، ورد مره ثانيه نشكرك على هذه الانجازات الجميله وعلى التاريخ الجميل اللي تركته لنا ولكل الشعب الكويتي الفخور اكيد بالجيل الذهبي، جيل الانجازات. وكل الشكر لك قائدنا اكيد كابتن سعد الحوطي على وجودك معنا اليوم في مساء العيد. شكرا، بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير واهل الكويت بخير ان شاء الله، ونقول لهم استمتعوا في اعيادكم وان شاء الله كل ايامكم اعياد يا رب. اللهم امين. مشاهدينا مستمرين معكم بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالمشاهدين ونقول إن من الطبع أن من شروط قبول المتقدمين لقوة الإطفاء العام أن يكون يجتاز اختبار اللياقة البدنية مثل السباحة وتمارين التحمل والسرعة، فلا بد من رجل الإطفاء أن يتمتع بقوة بدنية عالية أثناء الحوادث كي يكون قادراً على إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات. فرجل الإطفاء مجرد من أول ما يطلع لمهمة فيحمل معاه وزن ثقيل، يعني بدلة الإطفاء يعني كاملة إذا لبسها رجل الإطفاء تقريباً 12 كيلو أو 15 كيلو، فهذا يحتاج إلى قوة بدنية وتحمل عالي، فما بالك إذا أنقذ رجل مثلاً وزنه 80 كيلو ويحمله مسافة، أو أنه يحتاج إلى سرعة جري مثلاً أو صعود برج، فهذه كلها تتطلب إلى لياقة بدنية عالية وقوة تحمل كبيرة. قوة الإطفاء العام التابع موظفيها والمنتسبين إليها تقوم بالاختبارات السنوية، ووفرت في كل مركز من مراكزها صالات رياضية متعددة يعني الأغراض وأحواض سباحة وملاعب كرة قدم وكرة طائرة. وكذلك قوة الإطفاء تشارك في دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية وحققت كثير من الإنجازات في الألعاب الجماعية والفردية. كذلك قامت قوة الإطفاء العام بتنظيم بطولات التحدي لرجال الإطفاء وشاركت في بطولات عالمية ولدينا فيها أبطال على مستوى العالم. نصيحة بشكل عام، مثل ما قالوا الأولين، الحركة بركة والحركة هي الحياة، والرياضة نتائجها إيجابية من ناحية الصحية والاجتماعية والنفسية وكذلك الدينية. يقول الشاعر: إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طابة وإن لم يجري لم يطبي. فإذا كان الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي يتعكر إذا وقف، فما بالك بغيره؟ وجسم الإنسان يتكون من 50 إلى 75% من الماء، فأكثر الناس سعادة هم الأكثر حركة وتحمل الصعاب. وديننا يحثنا على الحركة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. السلام عليكم. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم في مساء العيد، وأكيد جدا استمتعنا بوجود ضيفنا المميز وكل أكيد المواضيع اللي قدمها لنا. طبعا أكيد أتمنى أنكم أعزائي المشاهدين استمتعتوا في حلقتنا اليوم في أجواء وفرحة العيد. طبعا أكيد نشوفكم على خير، في أمان الله.